مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني للثورة السورية سيد صالح فاضل. أهلا بكم سيد صالح. بداية، كيف ترى مخرجات الجولة 12 من مباحثات أستانا؟ والله أني أرى لا مخرجات لمؤتمر أستانا، سيذهبون لتناول طعام الإفطار والغداء والعشاء ويعودون أدراجهم، لأن المناخ الدولي الآن غير مواتن بإصدار أي مخرجات من هذا المؤتمر، حتى أن موضوع اللجنة الدستورية الذي سيبحثونه أدرك السوريون المفاوضون وغيرهم الذين هم من غير المفاوضات أن أعضاء اللجنة الدستورية ترجح كفة النظام، ممثلي النظام والموالون له، على كفة ممثلي المعارضة السورية. الدول الضامنة أكدت ضرورة الالتزام بوحدة أراضي سوريا وسيادتها. لنتحدث عن إيران قليلا، إلى أي مدى تعتقد أن إيران لديها النية بتوحيد الأراضي السورية نية حقيقية؟ حقيقة لا نية إيران ولا نية روسيا، الموضوعات المهمة بالنسبة لهم هي المصالح التي لأجلها دخلوا سوريا. فإيران دخلت سوريا كما دخلت اليمن عبر ممثلين، ودخلت العراق عبر عملائها في هذه المنطقة، وهمها الأول والأخير هو تغيير التركيبة الديموغرافية للشعب السوري ولكل المناطق التي تدخلها، همها هذا وتفتيت المنطقة وتخريبها شيعا وطوائف. وإيران الدولة العدو الأولى في المنطقة وحتى قبل إسرائيل نفسها، لأن أهدافها أهداف شيطانية في تغيير عقيدة شعبنا وضرب تراثه وحرق مكتباته وإزالة كل أثر لمذهب أهل السنة والجماعة في بلاد الشام وغيرها. سيد صالح، الدول الضامنة أكدت رفضها أي محاولات لخلق حقائق جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب. من المقصود بهذه الفقرة في ظل تقاسم الأراضي السورية بين إيران وروسيا؟ المقصود الحقيقة هذا التركيز على موضوع إدلب، يعني أي تغيير على الأرض من جهة إدلب غير مسموح فيه الآن، وربما أيضا في منطقة شرق الفرات قد عانوا ذلك، لكن الآن المسألة الأساسية هناك خلاف روسي تركي حقيقي حول ملف إدلب، لأن روسيا تريد للنظام ولقواته أيضا أن تدخل إدلب، بينما الأتراك يعتبرون أن إدلب هي منطقة استراتيجية ربما أهم من درع الفرات ولا تقل أهمية عن شرق الفرات، لأنها تمنع تمدد قوات قسد الديمقراطية والساعين باتجاه دولة كردية من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط المخطط الأصلي للبايادي وغيرها من العصابات الكردية أو العصابات الإرهابية. وهذا لذلك فإن تركيا تعتبر إدلب منطقة لا يجب تجاوزها من قبل النظام روسيا، والتي ما فتئت ومستمرة تضرب المدنيين وتضرب كل شيء، إنهم عصابات إجرامية روسية للنظام وإيران وغيرها. سيد صالح، بسؤال الأخير لك، في المقابل ألا ترى أن الجولة على الرغم من فشلها بحسب المراقبين حققت تقدما من خلال التأكيد على نقطتي المعتقلين واللجنة الدستورية؟ إطلاقا هذا موضوع المعتقلين، إلى الآن لم يخرج معتقل واحد، وإنما هناك جريمة يجب أن ننتبه إليها ربما ينفذها بعض الأستانيون من مختلف الأطراف، جريمة كبرى بحق المعتقلين السوريين، أن يحولوا ملف المعتقلين إلى ملف أسرى. أؤكد أن هذا الملف هو الذي يقصم عنق النظام لو فتح، لأن هناك مئات الألوف من المغيبين. أما تحويل سجناء الرأي إلى أسرى حرب فهذه جريمة ترتكب بحق الثوار السوريين وبحق معتقلي الرأي. معتقلي الرأي هم معار في جبين النظام السوري، أما إذا حولناهم إلى تبادل أسرى فيعني أن معتقلين الرأي هم مجرمون كمجرمي بشار الأسد وإيران وغيرها. لذلك فلينتبه المفاوض السوري إياكم وإياكم أن يتحول ملف المعتقلين السياسيين إلى ملف أسرى حرب، لأنهم هامة رائعة في جبين الثورة السورية أن يكون مئات الألوف ضحايا في سبيل الحرية والقضاء على الاستبداد.
من اسطنبول الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني للثورة السورية سيد صالح فاضل، شكرا لك.